الفلوس اللي مجموعين كلكم باش تسولوني عليها. انا كنت كنقلب فين مشات الشركه، تخرجوا بسميت الشركه بلا ما نعرف فين تصرفوا. ومنين شفنا لي غولفي لقينا بلي رشيد اللي كلكم كنتوا فرحانين به هو مولاها. رشيد ولي غولفي ديال الشركه كلهم مزورين. سمعتي يا ماما، كلهم مزورين. رشيد اللي ديما كنتي كتدافع عليه كان كيضحك علينا وسرق لينا فلوسنا. علاش غادي يسرق لينا فلوسنا؟ سمحت لبسيلو الطلاق باش تعرفي فاش كناخذ شي قرار كيكون في بلاصتو. خلينا بعدا نجلسو معاه ونهضرو معاه ونشوفو واش هادشي سي فغي، يقدر يكون غلط. علاش فينا هو لقيتو؟ السيد خد الفلوس ومشى لكندا. كندا؟ بيان سور اخالتي، السيد كان عارف اش كيدير، خطط دبر ضرب ضربتو زاد مع الطريق، وحنا عايشين في دار خفلون. وانت السي مهدي فين كنتي؟ كيفاش وين كنت اخالتي؟ لهاد المده كلها وانا تنقلب على الاصل ديال الاختلاسات اللي وقع عندنا في الشركه. ماذا كيتسمى المال السايب اللي جا كيهز منه ويهرب؟ انا سيدنا غادي نتسناو هاد السي رشيد تيجي تيدخل على خاطرو الا بقى فهاد العمر شي بقيه وغنتحاسبو معاه. انا اللي غنتحاسب معاه.